بانه في دورات سابقه خاصه في اعداد الميزانيات كنا كنناقشوا ونفصلهم كاع ما نقصوش كان انا ذاك ما يمكننيش نهضروا على الدعم الممنوح للتنسيقيه باعتبار انه تؤثره اتفاقيه الشراكه وما يمكنش نهضروا فيه خارج الاطار. لذلك اليوم قلنا هذه النقطه اللي كتعلق بالتعقيد الاتفاقي يمكن لنا الدور في كل بنود هذه الاتفاقيه من دعم ومجموعه من التزامات الجامعه وكذلك الالتزامات التنسيقيه وغير ذلك. اليوم يمكن لنا نفتح فيها واحد النقاش واتمنى ان يكون النقاش مسؤول وجاد وهدفه هو المساهمه في تجويد هذه الخدمات ديال قطاع النقل المدرسي اللي حقيقه انه لعب دور كبير منذ تساحه الاسطول لان كان هذا المدرسي الفتاه وكان الذكور في الحقيقه وكان صعوبه في ولوج المؤسسات ولكن بفضل هذه الحافلات تخفف المعاناه ديال التلاميذ الوعي. اذا قبل ما نفتح النقاش غنعطي الكلمه للسيد المدير باش يطلع علينا التقرير ديال اللجنه الماليه وكذلك التقرير ديال لجنه الشؤون الاجتماعيه لان هذا الموضوع تعرض على جوج ديال اللجان باش تبدي الراي ديالو وتوقع التوصيات اللي هي المجلس المنقل. تفضل السيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. في قانون 23 قانون الكلية رقم 14 من 13 من تعليم الجامعات أخذت لجنة مكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمجتمع المدني اجتماع منقل الجامعة يومه الأربعاء بسورة التجريبية 2020 على الساعة 10 صباحا وذلك بدراسات النقطة المدرجة لجدول عمل هذه اللجنة وهي الدراسة والمصادقة على تأكيد اتفاقية نظرنا بين الجامعة والمنسقية والمجتمع المدني في بوعك حول تسير النقل المدرسي. على الاجتماع كل من السادة السيدة ريهم منو رئيسة اللجنة السيد حسين السلاحي رئيس اللجنة السيد المسؤول عضو اللجنة تخدمت عن الاجتماع السيدتين نجاة وعلام عضو اللجنة وبشر مسؤول عضو اللجنة اليوم بعرف. لما حضر الاجتماع بصفة استشارية السيد خليل القرين وكيل بالعام لمديرية المصالح للجامعة افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة بكلمة رحبت من خلالها بالسادة أعضاء اللجنة على قبولهم أشياء الاجتماع وبعد ذلك انتقلت إلى عرض النقطة المدرجة بجدول عمل اللجنة والتي تهم تعديل الاتفاقية النظرة ما بين الجامعة والمنسقية والجمعية المجتمع المدني الوعد حول تسير النقل المدرسي وذلك بوضع حافلة للنقل المدرسي لها الإشارة المنسقية لجمعية المجتمع المدني في الوعد ليصبح العدد إجمالي للحافلات 12 حافلة بدل 11 وذلك للمساهمة في محاربة الهدر المنصي واستجابة أكبر عدد من التلاميذ والجامعات من منطقة النقل المدرسي. هذا وبعد نقاش مثمر من بين السادة أعضاء اللجنة حول أهمية منطقة النقل المدرسي أوصوا بضرورة تعديل الاتفاقية السابقة وإضافة الحافلة ذات المواصفات التالية إلى قائمة الحافلات المشتركة من طرف منسقية جمعية المجتمع المدني بعد. حافلة رقم 12 وهي رقم تسجيلها 233764 جي من السيارة توجو الرقم في سلسلة السن في اف او 3 كلاك دي زد ام اف سي 123 ان 99201 سنف VF 3YDZMFC نوع فوربون فيتر على تحسينات السعود الوقود البنزين. هذا وحوالي 11 صباحا انهت اللجنه اشغالها. شكرا. في قانون المادة 128 قانون التنظيمي رقم 14 من 13 المتعلق بالجامعات عقدت لجنة مكلفة بالميزانية والشؤون المالية والمدرجة اجتماعها يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على الساعة 10 صباحا بمقر الجامعة وذلك لدراسة نقطتين مدرستين بجدول أعمالها وهما تحوية اعتمادة الجزء الثاني بالميزانية الدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية المبرمة بين الجامعة والتنسيق الإنجليزي والمجتمع المدني الوعد والتسير المدرسة. قد حضر الاجتماع كل من السادة وزيان السبع رئيس اللجنة، السيد الهواري توزاني نائب رئيس اللجنة، السيد محمد الرازي عضو اللجنة، السيد عبد الرحمن بندر عضو اللجنة، في حين تخبرت عن الاجتماع السيدة فاطمة الزهراء عزيز عضو اللجنة بدون علم قول. لما حضر الاجتماع بصفة استشارية كل من السيد خليفة السقري المكلف بمهام مديرية المصالح
القمرين تم افتتاح الجسم من طرف السيد وزيان السبع رئيس اللجنه بكلمه رحبا من خلالها باعضاء اللجنه وبالحضور شاكرا لهم حضورهم هذا الاجتماع. وبعد ذلك تم عرض النقطه الاولى للمراجعه. ننتقل للنقطه الثانيه. وبعد ذلك انتقلت اللجنه الى دراسه النقطه الثانيه وهي الدراسه والمسابقه على تعديل الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمسيحية جمعية المجتمع المدني المعرف حول تسيير النهج المدرسي، حيث أوضح رئيس اللجنة أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية